السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بهاء. هنكمل مع بعض بعد ما عملنا دالة المنت. هنروح بقى نكمل الـ ARC20 بتاعنا والإمبلمنتيشن بتاعه. طبعا الناس هنبدأ بقى نشتغل على إيه؟ انترفيس. إحنا هنا شغالين من هنا، فده طبعا على فكرة يعني الخطوات اللي أنا بقولها وبعملها هي اللي مديها لك. المفروض لما يبقى في حاجة ستاندرد أو حاجة أنت بتعملها كده أو بتفكر فيها، المفروض أصلا بتفكر فيها بالشكل ده، وتقعد كل شوية تضيف نوتس وتقعد تحلل وهكذا وتعمل البروسيس بتاعه. فالمهم احنا نبدا نشتغل بقى المره دي على البالانس اوف والاونر اوف، وده انا قلت لكم عليها واحنا شغالين بنبني الاونر اوف توكنز والتوكنز كاونت، ان انت تقدر تعرف لكل واحد عنده كام واحد كام توكن، وتقدر تعرف من هنا الاونر بتاع التوكن المعين، وهم دول الدالتين اللي احنا هنبنيهم. تمام. طبعا هنبنيهم فين؟ هنبنيهم في الار سي 20. معظم شغلنا اصلا هيبقى هنا، احنا بنمبلمنت. تمام. فطبعا دي المنت خليها عادي، خلينا بقى ننجي هنا ماشي. والدالتين على فكره قريبين من بعض خالص. هنكتب كده كرييت او نو هاو ميني توكن ذا يوزر او يوزر هاز، يوزر هاز معاه كام واحده. تمام. والداله الثانيه اللي هي التوكن دي بتاعت مين؟ which او هو which ماشي which user. المهم يعني انت عارف فهمت اللي بس انا زي ما اكتب كومنت اكتبها ايه؟ which token. خلينا نعملها كده وخلاص. token او توكن ويوزر كده، يوزر بتاعت مين. المهم هنبدا اول واحده بالبالانس. هم اسمها بالانس اوف، يعني هي هو مش رصيد بس هي برضو توكن، فنفس يعني حتى شبه الداله اللي هي كانت موجوده في البتاع. فاحنا هنعمل فانكشن اسمها بالانس اوف. تمام. ودي اكيد مننا هتاخد مننا ايه؟ ادرس للاونر، هنسميه خلي لوكال اونر صاحب الشيء، ودي اكيد هتبقى بابليك وترجع لنا بابليك، وفيو عشان هترجع داتا، وريتيرن لان هي اصلا المفروض ترجع لنا يو انت رصيد صح؟ عدد يعني كام توكن؟ يو انت 256 ريتيرن از معلش ماشي. تمام. ده اللي هو البالانس اوف. طيب الداله الثانيه هتعمل دي، المفروض ترجع لنا. خلينا نكتب برضه الداله الثانيه فانكشن، وهنسميها فانكشن، ودي مسمينها هناك ايه؟ مسمينها اونر اوف صح؟ مسمينها اونر اوف صح. مش طبعا هنا ممكن تسيبها اكسترنال او بابليك عادي. خلينا نمشي مع الدوكيومنتيشن نخليها اكسترنال عادي. هو طبعا مش عادي بس طبعا اكسترنال افضل، طالما انا مش هحتاج البابليك لكل الناس اللي بره، بس مش محتاجها هنا، انا محتاجها في حاجات بره، فليه اخد من ورا عليها اونر اوف. والمفروض هنا اديله بقى، بصوا انا بجيب الاونر اوف بتاع الحاجه من ايه؟ هي فين اهي؟ توكن اونر بديها ادرس بيديني كذا، دي عكس دي. التوكن اونر بيديني عدد بديله سوري، هنا التوكن اونر بديله اليو اي دي اللي هو اليو ار ال عموما يعني، ويرجع لي الادرس. هنا بديله الادرس يرجع لي هو معاه كام واحد. فخدوا بالكم حتى لما بنبنيهم مع بعض عشان هتلاقوهم ايه يعني زي بعض بس عكس بعض. تمام. الاونر اوف ده هنديله اللي هي يو انت 256، واللي هي المفروض هتديها التوكن اي دي صح؟ توكن ده برضو برايفت التوكن اي دي، ودي برضو اكسترنال وفيو، وهترجع لنا ادرس بقى ريتير ادرس، ودي اكيد ميموري صح؟ ميموري. نعمل كده يعني هنا يعمل لي كده وهناك يعمل لي ما بيرضاش ياخدها. تمام. هنبدا بقى نكتب في ايه؟ في الباضي بتاع الاثنين دول. انا هنا عايز ارجع ايه اصلا؟ انا هنا يعني هكتب الترجيع زي ما احنا عارفين، بنعمل النتيجه اللي هيرجعها. تمام. تمام. انا هنا بعمل الايه؟ بعمل الاول هترجع ايه، بعد كده احط الريكويرمنت. ريكوير يعني عموما يعني ايه؟ بعمل اللي هو بنسميها اسمها ايه؟ الميدل وير مثلا.
فانا هنا هقول له ريتيرن، تمام؟ رجع ايه بقى يا سيدي؟ انا عايز ارجع، هديك يور، هديك الاونر، ماشي؟ هديك الاونر ترجع لي عدد التوكن بتاعه. فهروح للي هي التوكن سمينها ايه؟ اهي التوكن اوند. والمفروض الراجل ده بياخد ايه؟ بياخد من الادرس اللي هو الاونر. الاونر انا هعمل بتوعتين ولا ايه؟ اونر، تمام، ماشي. طيب هنا انا دلوقتي هديله ايه؟ هديله الرقم يرجع، هديله بقى الرقم يرجع لي الاونر عكس اللي فوق. فايه هتبقى الداله الثانيه اللي هي اسمها مش توكن اون، توكن، لا توكن اونر. هنا الاونر كاونت، توكن اونرز، والمفروض اديله طبعا ما عملش ريتيرن توكن اي دي، ماشي، اللي انت جاي له. فالمفروض هو يرجع لي ادرس اهو اللي هي دي، توكن اونر رجع لي ادرس، تمام. فانا هقول له هنا سوري، هعمل له ريتيرن، ريتيرن كذا، ريتيرن توكن، ده هديله التوكن اي دي. طب ما هي التوكن اونرز، استنى بس نشوفها صح ولا غلط. توكن اونرز دي بتديها ده، هترجع لك ده 256. سوري انا كاتب البتاع غلط، ده برايفت. تمام، ده باختصار الايه الموضوع. اقف دقيقتين، وقف اعمل بوز وافهموا، هتلاقوهم زي بعض، تاكد انت فاهم. خلينا ناخدهم كده، استنوا خلينا ناخدهم احطهم لكم تحت الاثنين بتوعهم هم، وانزل ده خالص تحت مش عايزينه، وخلي دول اللي واقفين. تكابوز فاهمها بشكل كويس، بعد كده كمل معايا. تمام انتهى كويس، تمام. نكمل بقى او هنعمل التعديلات بتاعتنا بقى. دلوقتي احنا عارفين بقى عملنا الريتيرن، تمام. الريكويرمنت بقى، ايه الريكوير اللي انت محتاجه مثلا في البالانس اوف؟ ايه اللي انت محتاجه في البالانس اوف؟ البالانس اوف طبعا بياخد ادرس، واي حاجه بتاخد ادرس انت لازم تفاليديت ان هي ايه، مش ما فيهاش الادرس صفر. فهنعمل لها نفس، هنعمل لها كده الريكواير الطبيعيه بتاعتنا. ايه ده؟ خد ايه ده ريكواير، تمام. وهتقول له يا سيدي ان الاونر ده شايفه لقيته كومبليت ماله، ماشي نكتب وخلاص. الاونر ده لا يساوي الادرس زيرو، ماشي. وهنا هدي له ايه، ده اونر وده اونر، ماشي بتاعه. وهنا نقول له ايه، لا يساوي الادرس زيرو. طيب لو هو بيساوي الادرس زيرو هنقول له يا سيدي بقى ان this address not available مثلا، not available، تمام مثلا. طيب هل انت هنا في ادرس في الموضوع؟ يعني في الاونر اوف هل فيه ادرس في الموضوع؟ طبعا ده احنا اصلا بنرجع ادرس. طيب نمشي واحده واحده بقى، عشان هنا فيها تركايه كده، يعني فيها تركايه صغيره، جميل. احنا عندنا ده ايه ده اونر اوف، تمام اسمها صح، بس المسافه هنا اللي شكلها غريب، ماشي. نيجي هنا بقى ننزل تحت كده، عشان يعني هي تركايه بسيطه كده. دلوقتي انا عايز اشيك ان برضو الاونر ده ما بيبقاش، هي مش تركايه ولا حاجه، انا عايز اعمل نفس اللي فوق دي، يعني انا عايز اعمل دي كده بس، هنا انا باخد اونر. فهنا انا مش يعني انا اقدر ايه، فانا هقول له لازم يعني هاخد ده احطه كنترول اكس في متغير ادرس واسميه اونر مثلا او اي حاجه، هو بيساوي كده خلاص. انا بقى معايا الاونر، هرجع ده كده، بما ان هو بقى فاريبل انا اقدر اعمل نفس الدي كده، هي بس طبعا ايه، ماشي خليها برضو، ماشي خليها لوكال، مش محتاجينها بره، كل ده بيوفر ميموري على فكره، تمام. بس كده ده الدالتين بتوعنا بسيط جدا وشبه بعض ونقدر نوصل منهم. طبعا احنا ليه بنوصل منهم كده؟ يعني لو رحت هنا هتلاقي انت بتحتاج الداتا دي ترجع لك عشان تقدر تعرض اليوزر ده، يعني فين ده الكوليكشن بتاعنا. خلونا نروح نفتح كده، خلينا نروح نفتح صوره، اي صوره. فانت اهو ده اليوزر بيبقى عنده عدد من ايتمز 50 ايتم، وطبعا متقسمين 40 ايا كان، يعني انت دول ده كوليكشن، ماشي. فلو رحت مثلا للاونرز، استنى لو رحت للاونر ده شو هتشوف عنده كام واحد مثلا،
وهكذا. فالداتا دي انت بترجعها داتا كويسه، فهو بقى امبلمنتد تقدر، يعني مش عايز اقول لكم ان كل الموقع ده مبني على الكونتراكت ده، فموضوع حلو جدا. تمام. انا بصراحه احلى حاجه بتشدني في تطبيقات البلوك تشين التناغم اللي ما بينها، وبتحس ان انت بتكتب حاجه كده بتنادى على بعضها وبتشتغل حاجه جميله، يعني فيها سنس جمالي. طيب تمام، هنوقف عشان المحاضره ما يطولش، المره الجايه تست الكونتراكت ده ونكمل مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.